قد أخفوا الأسلحة تحت ثياب الإحرام وأمرهم أن يقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار. بعد أكثر من هذا، إذن يزيد متورط بدم الحسين وهو ظالم الحسين وهو قاتل الحسين وليس بريء، والأوامر ما صدرت فقط من عبيد الله بن زياد، وإنما يزيد أيضا أعطى أوامره بطريقة أو بأخرى. يزيد ظالم الحسين، قاتل الحسين، كاف ها يا يزيد، عين عطش الحسين، صاد صبر الحسين. هنا إشارة إلى أن الحسين قتل عطشانا ظامئا، ومهم جدا أن الإنسان يذكر هذه الحقيقة. أن الحسين ما مضى من الدنيا حتف أنفه، أن الحسين مات ظمآنا، ومو فقط ظمآن يا مؤمن، ترى الحسين ظمآن ومسموم. تقول كيف مسموم؟ ما عندنا شيء يدل على أنه مسموم، لا موجود، اعترافات من حرملة لعنه الله يقول هاي السهم الذي صوبه نحو صدر الحسين كان سهم مسموم ذي ثلاث شعاب، يعني السم اخترق جسد أبي عبد الله الحسين، سهام حرملة كلها مسمومة أنقعها في السم 40 صباحا، يعني هذا السم الذي كان فيها مشرب اخترق جسد الحسين، هم عطشان وهم مسموم. أبو علي، أبو علي مات عطشان ما شرب قطرة واحدة من الماء. زين هنا يمكن تسأل أنت، تقول منذ متى كان عطشان؟ كم يوم صار له مشارب ماي؟ لأنك إذا عرفت مدة الأيام راح تعرف مقدار العطش. مرة واحد يكون عطشان بس قبل ساعة شارب ماي، ومرة واحد يكون عطشان من الصباح صايم والآن المغرب فهو عطشان عطشه من الصباح، بس إذا زادت وصارت إلى أيام وتعدت إلى أيام وساعات صار معدل العطش أكثر، صار مقدار اللهب اللي في جو الإنسان أكثر. الروايات تقول انقطع الماء عن الخيام من يوم السابع. ليش تقرأ مصاب العباس يوم سابع؟ لأنه آخر يوم كان هناك ماء موجود في المخيمات يوم سابع. بعضهم قال بأن الحسين عطشه من يوم السابع، يعني سابع ثامن تاسع عاشر 4 أيام أبو علي ما شرب قطرة ماء. تريد شيء أألم من ذلك؟ هنا قول آخر قال لا، انقطع الماء صحيح عن الخيام من يوم سابع، بس الحسين ما شرب الماء منذ قبل ذلك اليوم، لأنه كان الماء يقل شيئا فشيئا، شوي شوي ينفذ الماء، فكان الحسين يؤثر به الآخرين على نفسه، مرة يعطيه أطفال ومرة يقدم إلى أولاد ومرة يعطيه النسوان، ومرة هناك نساء مرضعات هن أولى بشرب الماء، والحسين باقي على عطشه. الله أعلم إيش قد كان عطشان، 4 5 6 أيام الله أعلم ما شرب ولا قطرة واحدة من الماء. يقول حميد بن مسلم يوم العاشر من المحرم بعد أن خر أبو عبد الله على بوغاء كربلاء صار يفحص برجله التراب وهو يتمتم بكلمات أدنيت أذني منها، أريد أسمع شقول الحسين، صوته منخفض جدا، أدنيت أذني فسمعته يقول وحق جدي أنا عطشان كسر قلبي ما تحملت، ذهبت إلى المشرع مسرع ملأت قدحا بالماء جئت به مهرول، اعترضني في الطريق علي بن طعان المحاربي، وين رايح بالماء؟ قلت لقد سمعت الحسين يستسقي وهو عطشان كسر قلبي وهو يريد شيء من الماء، الآن أنا إذا سقيته الماء ما راح يقوم، دماؤه تشخب من كل جوانبه، ما في أمل يقوم، 0% احتمالية أن يقوم من مكانه، ما في مجال لأن يقوم، لا أقل يشرب الماء ثم يمضي إلى ربه. قال له تعال عطني القدح أنا أوصله إليه. لا لا أنا الذي أوصله. قال لا أنا بيني وبين شيء، أنا أريد أوصل الماء إليه. أمن من كلامه، شوي اطمأن من كلامه، سلمه القدح، بس اتحرك حركات علي بن طعان المحاربي، عمد إلى القدح فسكبه على التراب،
لما فعلت هذا؟ قال حتى لا يذوق الحسين منه ولا قطرة واحدة. هو حسين ما شرب أبو علي ماء، ما تبرع إليه أحد بالماء. تقول سكينة بنت الحسين يوم الحادي عشر سمعت والدي يتحدث من المنحار، راس ما موجود، يتحدث من أوداجه من منحره. أدنيت أذني فسمعته يقول: بني سكينة إذا وصلتم أرض المدينة فاقرئي شيعتي عني السلام، وقولي لهم إن أبي مات عطشان. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك أيها العطشان الظمآن، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأه، ويذبح ابن رسول الله عطشانه. ويل الفرات أباد الله غامره، ورد وارده بالرغم عطشانا لم يطف حر غليل الصيف بارده، حتى قضى في سبيل الله ضمانا. قولي لهم إن أبي مات عطشانا فاذكروه، ومات ضمانا فاندبوه، ومات غريبا فابكوا عليه. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بذبيح مات ظلما فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل عمدا سحقوني. ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فأبوه أن يرحموني. شيعتي نصب الماتم والعزل مصيبتي، واذكروا تعفير خدي بالتراب وذبحتي، ولو شربت الماي ذكرون العطش فت، وقصدون الكربلة والكل يسجب عبرة أبو علي. فصل لنا شلون ما حل عليك في كربلة حتى نستحضر أيام عاشورة هذه. لا تشوفوني يا شيعة على الثرى مرمي طريح، خدي يوم والسترايب والدم مني تسيح، كم عضيد وكم ولد لي قضى قبل ذبيح، واحد يظل بالشريعة واحد ارفع جثة وحسينا. شيعتي واللي كسار ظهري ونحل من القوى، وحدتي لمن وقع يم النهر شيال، انا وصلت يمه ولقيت مخه ودمومه والجفوف مقطع يذوب القلب من شوفت،
بعد يا شيعة يا 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 شيعتي وابن الحسن جسام عرس وشباب صارت العركة عروسة ودمه السافح اخضاب 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 والنثار النبل وفراش الولد حار التراب وبين كوفي وبين خطي وبين هندي زفت شيعتي وابن علي نحال من الجسد شيعتي وابني علي الأكبر نحل من الجسد بدر كامل ما جرى عند الخلق مثله ولد بس شبح لي بعيني على الثرى راح الجلد جذب حسرة وظل عالج ويح قلبي رويحت ويلي يا ويلي يا ويلي ويلي شيعتي لازم يوصلكم خبر عني وعلم شنو هذا الخبر سيدي شيعتي لازم يوصلكم خبر عني وعليم طفلي عبد الله على صدري ينفر نحره وسادة 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 يا وسادة دهبط الراس يا شيعة وسادة وسادة على اللي شيد العالم وسادة وسادة حسين الترب صاير له تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك.